نموذج من شهداء الوطن الشهيد البطل محمد علي العزب مساعد الدفعة 104 حربية اللي استشهد في تفجير عبوة ناسفة في كرم القواديس بمحافظة شمال سيناء في معركة مصر ضد الإرهاب. الشهيد البطل كان في مأمورية تمشيط واكتشف وجود 3 عبوات ناسفة. نجح الشهيد البطل أنه يفك 2 منهم، لكن الثالثة كانت الأصعب وهي اللي استشهد بسببها. دلوقتي احنا معانا على الهاتف الحاجة سميرة والدة الشهيد البطل محمد العزب معانا على الهوا. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الفل يا دكتور. صباح الفل يا دكتور محمد والدكتوره منى، اهلا وسهلا. صباح الفل يا امي، يا رب يكون صحتك كويسه. الحمد لله. كويسه الحمد لله والله، ثم انتم بخير احنا بخير. ربنا يبارك فيك. امبارح يوم الشهيد، كل المصريين كانوا بيتابعوا يعني تكريم السيد الرئيس لأسر الشهداء والقصص وقصص بطولات شهدائنا يعني اللي احنا دايما بنفتكرها. عايزين حضرتك تكلمينا عن البطولات اللي قدمها الشهيد محمد ابن حضرتك اللي كان عمل دور بطولي جدا في كمين كرم القواديس. الشهيد محمد كان من صغره ما شاء الله متفوق يعني، وحافظ القرآن، وكان له صولات وجولات في المدارس والمعاهد وفي الكلية الحربية وفي كل حتة، له يعني بصمة يعني الحمد لله. طيب. كان كويس ومتفوق يعني. طيب قولي لنا بقى، الشهيد كان علاقته بيكم ازاي؟ بأهله، بأصحابه، بالشارع وبزمايله؟ ايوه، كان الشهيد الله يرحمه كان مصاحب الناس كلها، كل الطوائف، كل طوائف المجتمع، ما كانش عنده لا دي حلو ولا دي وحش، كله كان بياخد من كل بستان زهره يعني، ياخد من مع دي ياخد الحلو منه ودي ياخد الحلو منه، ويمشي من كل واحد مع كل واحد ياخد منه الكويس. وكان هو يعني جميل كده وذوق ومحترم، وكان عنده يعني واجب في كل حته، في كل حاجه يروح في اي حته يؤدي واجب. كان كويس وكان صاحبي يعني. ربنا يرحمه يا رب. كان صاحبي الله يرحمه ويصبر قلبك. والتعبير اللي انت قلتيه دلوقتي حاجه سميره، كان صاحبي يعني، ابنك كان أيوة صاحبي، كان قريب منك جدا. ايوه مقرب ليا قوي. طب انا عايز اقول لك، هل كان يعني الشهيد محمد كان عنده احساس انه هيستشهد؟ هل كلمك في حاجه زي كده؟ أيوة. وهو كان بيروح مواجهات يعني في سيناء كان فيها اقتحامات خطيره ضد الارهابيين. اتفضل. كان بيكلمني بس ما بيكلمنيش على اللي بيحصل هناك، كان بيكلمني ان نفسي يا ماما ان انا عوضكم انتوا واخواتي وابويا واهلي واللي حواليا، نفسي اعوضكم عن الحاجات اللي انتوا ما شفتهاش كلها، كان نفسه بصراحه. بس هو ما كانش بيتكلم عن الاستشهاد طبعا يعني، ممكن يكون هو كان بيكلم ناس ثانيه، انما يكلمنا احنا عن الاستشهاد لا طبعا، عشان هو كان شايفني تعبانه وخايفه يعني. ايوه طبعا كان بيطمن قلبك، وده من بره بيكي طبعا زي ما بتقولي يا ام سميره. ايوه طيب. هو كان يبص في وشي كده يعرف انا عايزه ايه، وكان بيفهمك وبيتواصل معاكي. ايوه يفهمني وهو فاهمني، هو كان فاهمني الله يرحمه قوي قوي يعني. الله يرحمه رحمه واسعه. طيب. كان يقول لي انت جدعه يعني وشداده ده انت جدعه الجدعان، هو انت في جدعانتك؟ انت كويسه كده يعني. ربنا يبارك في صحتك يا رب. ربنا يديك الصحه. اتكرمت وتكريم. اتفضلي يا امي اتفضلي. وانا سعيده ان انا حتى كمان يعني الاستشهاد ده حاجه جميله جدا يعني، وبعدين احنا برضو فخورين الجندي الذهبي تبع الغربيه الشهيد عبد المنعم رياض برضه. واحنا نفتخر ان هو من محافظتنا يعني. الحمد لله. الحمد لله. تكريم كبير يا امي اتكرمتوا. ايوه والله ده تاج كبير على راسي والله. يا حبيبتي ربنا يبارك في صحتك، وربنا يبارك في عمرك، وربنا دايما يصبر قلبك ويربط على قلبك. يا رب. هو له بنت جميله يعني، ربنا يبارك فيها يا رب. اسمها ايه وعمرها قد ايه؟ حره بامر الله، حره. ما شاء الله. جميل. ايه الاسامي الحلوه دي؟ ربنا يبارك. ما شاء الله. ربنا يبارك ما شاء الله. ربنا يخليها له يا رب، يخليها يا رب عوضا عنه يا حبيبتي، خليها لامها يا رب. ربنا يبارك في صحتك يا امي الحاجه سميره والده الشهيد البطل محمد علي العزب. ربنا يصبر قلبك. شكرا جزيلا على مداخلتك معانا.